محمد عمرية يحييكم من قناة القاهرة تي في، أهلا بكم. لا تتحدث عن العدل أو المساواة، فلا يوجد إنسان على وجه الأرض يستطيع تحقيق العدل والمساواة، لا على المستوى الأسري ولا على مستوى الرؤساء والملوك. لا يمكن تحقيق العدل والمساواة. لماذا؟ هقول لك الأسباب دلوقتي. لو عندك عيلين، عيل في سن الجامعة وعيل تاني لسه في ابتدائي، العيل الكبير اللي في سن الجامعة متطلباته سيارة، والعيل او الطفل اللي في سن الابتدائي متطلباته دراجة عجلة. لو جبت لده عربية وجبت لده عجلة، يبقى انت كده حققت المساواة؟ لا. حققت العدل؟ لا. يبقى ما تقدرش تحقق العدل. وايضا لو جم الاتنين قعدوا على السفرة، الولد الكبير والولد الصغير، وقت الغداء، الولد الكبير ممكن ياكل ربع فرخة، وفي شباب ممكن تاكل نص فرخة، الطفل الصغير حتة صغيرة تكفيه. وايضا لو عندك ولد وبنت الاتنين قريبين من بعض في سن الجواز مثلا، هتضطر تبني للواد شقة او تشتري له شقة مش اقل من 1,000,000 جنيه، وتساعده في الذهب لو جه يخطب، وتساعده في الجهاز وهو بيتجوز، تصرف لك على الواد بتاع 3-4 مليون جنيه. في نفس الوقت البنت اللي هي في سن الواد لما تيجي تتجوز ما بتجيبش لها حاجة غير انك بتجهزها، والجهاز كله ما يجيش ب200-300 ألف جنيه. يبقى هنا في عدل ومساواة؟ طبعا لا. ولو عندك عيل الكبير، ممكن يعني لو عندك اتنين كبار، واحد شغال كويس وبيقبض كويس، واحد دخله على قده، وانت جيت ساعدت اللي دخله على قده ده واديته فلوس مساعدة، يبقى مطلوب منك عشان تحقق العدل والمساواة انك تدي الكبير زيه، الكبير اللي هو غني، اللي هو معاه فلوس، اللي هو معاه اصلا، يبقى ما تقدرش برضو تحقق العدل والمساواة في النقطة دي ايضا. ومن هنا من خلال دراسة كبيرة عملتها اقول لكم لا تتحدث عن العدل او المساواة، لان لا احد يستطيع تطبيق العدل والمساواة سوى الله عز وجل. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.